أيضا نقطة دكتور، وهي مسألة يعني الانضباط بأخلاق القرآن. يعني أحيانا المسلم في وضعه الطبيعي والعادي بيكون منضبط إلى حد ما بأخلاق القرآن، لكن لما بيغضب أحيانا ينفلت هذا الانضباط. فمسألة ضبط الإنسان سلوكه عند الغضب، إزاي الواحد ممكن يعملها، خاصة مثلا لو كان في هذا الغضب يعني فقد لحبيب أو ظلم شديد عليه؟ أولا المسلم مهما غضب لا يتجاوز، لا يتأدى به غضبه إلى ارتكاب المحرمات أو تجاوز حدود الله، ده مهم جدا. ولذلك كان من أهم نصائح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة له عظني، قال لا تغضب. ليه؟ وكرر مرارا لا تغضب، لأن الغضب مشكلة، آفة تفقدك السيطرة وتضعك في خطأ. كتير من الناس اسئلتنا اللي بيجينا في البلد، طلق ايه؟ غضبان، غضبت يا كذا، هددت كذا، كله ايه؟ غضب. فلا بد ان نتجنب الغضب، مش معناه ما نغضبش، لا اغضب، لكن الغضب الذي لا يخرجني عن ديني. هو لما سيدنا سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ، ولما صحابي قال يا رسول الله لو اردت رجلا مع امراتي فقتلت، قال شهود أربعة، فأم سعد قال يعني أجد مع امرأتي وآتي بأربعة، والله لو وجدته لقطعته بالسيف إربا، أعطاه حتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرأيتم غيرة سعد؟ فإن لرسولكم أغير من سعد، ولله أغير على حرماته من سعد. بس دلالة على إيه؟ الغضب والغيرة فيما هو محمود. لأني الإمام الشافعي يقول من استغضب فلم يرضى فهو حمار، عافانا الله وإياكم. لكن الغضب أغضب، الغضب اللي يخليني لا أخذ موقف يتناسب مع الفعل، إنه مش متجاوز عن الفعل. حتى القرآن لما قال عن ذلك فقال وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ده أنا بناء بدافع عن بيئة صح، بس ما تعتديش خلاص. حتى الاعتداء في الدعاء، واحد ظالم يا رأي اهتك عرض فلانة، طب يعني ظالم ايدي عالم الانتقام، لكن هتك عرضه لا، ده اعتداء في الدعاء. بنته ذنبها ايه؟ هو ظالم، ايه ذنب بنته او امه؟ فهنا الاسلام يعلمنا الحكاية. اثنين، نتمرن على الغضب المنضبط، لاني كل شيء بالتعود. الإنسان اللي هو بخيل، العلماء يقول لك عشان يتمرن على الكرم، إزاي؟ يتصنع الكرم، يمثل الكرم إلى أن يصير له عادة. الغضب نفس الحالة. ولذلك ليه الإسلام قال لك لما تبقى غضبان واقف أقعد، قاعد أرقد، اتوضأ، كل دي وسائل لعلاج الغضب. طب جالي خبر لحد، لا هنا أفتكر في النهاية ليه حد مات، أعد أغضب بألطم، وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، مطلوب مني الصبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند المقابر ووجد امرأة يعني لا تصبر على قبر ابنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اصبري يا أمة الله، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. تعرفوش. فلما ذاب إلى بيتي ذابت إليه لتعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والإنسان الغضوب يخسر، الصبر مطلوب. نعم، تحكم في غضبك اللي يخليك تأخذ حقك دون أن تخسر. كتير من الناس حقه يضيع. ليه؟ خصم لأباله استفزه، أغضبه، طلعه عن شعوره، ضيع حقه. كان ليه حق محدش يختلف فيه، ضايع حق. يعني لو النهارده الناس اللي في غزه مسكوا اسيرتين ثلاثه عذبوهم خلاص وخرجوا، قالوا والله تعذبنا وتعامل وكان حصل مثلا، خسر ولا ما خسرش؟ خسر، لان تساوى مع العدو. الفرق ايه؟ انك ما معكش اسلحه زيه. لا، انا كمسلم اخلاقي غير، انا كمسلم لا يجرني الغضب بل اتحكم. ذلك عنترة بن شداد سألوه
بما تنتصر على أعدائك خصومك؟ بإيه؟ قال بالصبر. قالوا إزاي؟ اللي بيسأله قالوا هنعمل اختبار أنا وإنت، هتحط صباعك تحت سناني وأنا حط صباعي تحت سنانك ونعض مع بعض ونرى من يصرخ أولا، شوف مين اللي صوت الأول. عمل، فمن الرجل الثاني صرخ، عنترة قال له إيه؟ لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. الثانية الفرق هي اللي خلتك تنتصر. النهارده داخل هذا الجيش الإسرائيلي بكل عتاد ومعاه دول أوروبية، كل اللي عملوا إيه؟ هد بيوت وقتل أطفال وقتل النساء. طب فين اللي بتحاربهم؟ مش واصل لحد فيهم. ربنا يحفظهم بحفظه طبعا. ليه؟ لأنه غضبان، أولا ظالم متجبر مش في أرضه محتل، إضافة لذلك ها غضبان، فلذلك بيقع في أخطاء ويستفيد أهل الحق من هذه الأخطاء وبيأخذ على أفاه. فالغضب يا جماعة لا ينفع أن يكون في عمل كهذا العمل الشريف، لا، نغضب الغضب الموزون. طب واحد غضب اللي حواليه يهدوا فيه، وزي بنشوف الناس حوالين بعض بيثبتوا بعض ويصبروا بعض، اللي فقد عيلته واللي فقد بالعدد، واللي يطلع يقول لك احنا موجودين في ارض مش هنخرج، واللي يثبت الناس واللي يصبرهم، وقوائم عائلات شهداء ربنا يتقبل من الجميع.